أكيد متابعين مشاهدينا بآخر فقراتنا، وأكيد رح نحكي عن التطوع صحيح وفعاليات جديدة. صحيح زينب، فقرتنا مميزة ما بين الثاني والخامس من كانون الأول، اليوم العالمي للإعاقة واليوم العالمي للتطوع، محطات إنسانية عديدة تدعونا للعمل للحديث بشكل موسع عن القيم المضافة لهاليومين. بصرنا نرحب بالدكتورة راما زريق، سفيرة النوايا الحسنة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح الخير، وصباح الخير على المشاهدين أهلا جميعا. وسهلا فيك. يسعد صباحك، يسعد وإن شاء الله هيك صباحك. نهارك يكفي حلو. خبرينا دكتورة، يعني عندنا 2 لـ5 كانون الأول، صح؟ يمكن هيك مناسبات مهمة كتير، مزبوط. بالرغم من أنه يمكن فيها ألم وفرح وحزن وعطاء، لكن كتير مهمة. نحكي أول شيء عن يوم الإعاقة، شو الفعاليات اللي أقمتوها فيهم؟ لأنه هلا كنتي عم تقولي لنا كله إجا ورا بعضه، فهل كان يعطيك اي العافية؟ والله عن جد، لانه هي هدول الاعياد يعني نحن بنحب نضوي عليها بهذا اليوم. هو اكيد موجود وهو طبعا رسمي وبالعالم كله، كل البلدان بتحتفل فيه، بس نحن حبينا دائما بهذا اليوم نضوي على هي النقاط، سواء كان باليوم العالمي للتطوع، سواء كان باليوم العالمي للاعاقه، واكيد نحن لسه كمان في بازار وبنيسان العيد الوطني لمتلازمه الداون للتوحد، يعني هنا كلهم بيبقوا صحيح موجودين كلهم. اليوم العالمي للتطوع هو الأساس، أنا دائما بركز على هي النقطة، لأنه التطوع كتير له فعاليات وتشابكية مع المجتمع، حتى للشخص، حتى يعني للشخص نفسه بالذات له فعالية كتير نعم. وتشابك معه. واليوم الإعاقة، خليني أعرف بس، المعاق هو يعني عدم القدرة والعجز على التفاعل مع المجتمع والتفاعل حتى مع الحركات الموجودة نعم هو كشخص. طبعا هي موجودة، أركز عليها باليوم العالمي للإعاقة طبعا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة واتفاقية حقوق الطفل، ركز على مسألة الإعاقة. فنحن اليوم حبينا، طبعا هي مو مشان لا أكيد، لا هي خطابات ولا مؤتمر ولا شيء، هي ضوء على هدول الأشخاص اللي هنا فعلا صحيح. عندهم قدرة لأنه يكونوا فعالين بالمجتمع. صحيح. صح، باتجاه وباختلاف آخر، بس هن عندهم القدرة على هذا الموضوع. امبارح كنت بزيارة لنور الخيرية اللي كان فيها كلهم ذوي الاحتياجات الخاصة، خلينا نقول، وكان عدد كتير كبير منهم موجودين، وحبينا نعمل لهم فعالية ونشاط ونقدم لهم شيء كرمز لهدول الأطفال. حلو كتير، يعني يمكن نشاطات عديدة حكت لنا عنها الدكتورة راما، يمكن أيضا في جانب إنساني كتير مهم لازم نحن أنتوا دائما بتركزوا عليه، قديش العطاء بهيدي المرحلة مهم، قديش منحس بنشوة هذا العطاء. العطاء هي مسؤولية اجتماعية، وهي مهمة للشخص قبل ما تكون للمجتمع. يعني انت بتحسي حتى هذا المتطوع اللي بيقدم اي شيء هو عنده بصير ثقة بالنفس. نعم. العطاء كتير حلو لانه هو بيأثر على النفسية قبل ما يأثر صح. على المجتمع. فالمتطوعين طبعا هلا طبعا اكيد زادت كتير النسبة كبيرة، انا كتير بشوف من الاعداد اللي بتتقدم لنا كمتطوعين ليقوموا بهذا الشيء، فهذا التشابك بين المجتمع المدني وبين المؤسسات الحكوميه نعم. له اثر كثير كبير على الفرد وعلى المجتمع. نعم. نعم، يعني دكتوره، من خلال يمكن الفعاليات اللي عم تقوموا فيها، اكثر شيء عم بلاحظ انه عم تركزي على شريحه الاطفال اللي هن اللي عم تحاولي انه فعلا تساهمي باعطائهم بسمه، دفى، حنان، عطاء، وخاصه هذا الجيل يعني بمختلف المراحل او الشرائح، ان كان بالمدارس، ان كان احتياجات خاصه، ان كان يعني ناس حتى موهوبين او مبدعين. خبرينا اليوم التركيز قد ايه مهم على هي الشريحه، وخاصه انه نحن بعد 10 سنين، يعني كثير مهم بناء نفسيه الطفل، كثير مهم توقف الفرق التطوعيه حده، ليه عم تركزوا على هي الشريحه؟ دائما بقول الاطفال اذا هلا نسبتهم 25% فبالمستقبل هن 100%. صح. فانت وقت بتبني الطفل من هلا هي كانك انت عم تهيئيه ليكون هو لبناء المجتمع. الاطفال هن الحلقه الاضعف دائما بالحرب، دائما بالحرب وبالازمه اللي نحن مرينا فيها، الطفل هو الحلقه الاضعف. انا دائما بعتبر المراه والطفل هن الحلقه الاضعف، فانا وقت اللي بركز على الطفل فانا بكون عم ببني المجتمع، الطفل هو الاساس.
صحيح. فأنا ركزت عليه لأنه هو حتى هو تأثره بـ 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 بالأزمة حيكون أكبر من الكبير. ودائما بتبقى بالذاكرة الأحداث، دائما موجودة بتبقى بالذاكرة عند الطفل. فأنا وقت اللي بركز عليه بكون أنا عم بعمل شيء للمستقبل، حلو، مو بس هلأ وللمستقبل كمان. صحيح، يعني جهود مبذولة نحن شاهدناها يمكن عبر السوشيال ميديا، عم نشوف قديش في عم تبذلوا جهد، عم نشوف كمية العطاء اللي هي موجودة، وخاصة يعني نحن هاليومين كانوا مميزين، ويمكن النشاطات خلينا نقول لآخر السنة كانت متتالية ورا بعض، ما في ولا يوم راحة، ولكن قديش في هيك خلينا نقول فرح. صحيح، احكي لنا شو حابين لسه تنجزوا، ما ضل لنا شيء لاخر السنه، معناتها الانجازات رح نتركها لسه في عيدين كريسماس وراس ماما، لسه في هلا. طبعا انا عم زور هلا جمعيات متفرقه، عم نقدم لهم نشاطات وفعاليات للاطفال. هلا عندي بقدسية، عندي بحرستا، ما شاء الله، عم نقوم فيها. هلا عندي شيء 4 جمعيات، باب توما، الاصلاع، في جمعيات عم نقوم فيها، هي متفرقه طبعا وهيك وصغيره، بس عم نحاول نعمل شيء. عندي طبعا هلا بيوم الاعاقه، طبعا بما انه نحن بسوريا طبعا مشينا على حسب اتفاقيه حقوق الطفل، في عندنا شيء اسمه غرف مصادر، اللي هو دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الطفل الطبيعي بالمدارس. طبعا هو تطبق وتنفذ، نحن عنا اليوم حسب القانون السوري 34، حلو. وصار في هذا المشروع اللي صار هلأ منفذ على الأرض وبالمحافظات، نعم. فعم نفوت ضمن الغرف المصادر، اللي هي بتكون غرفة من ندمج الطفل المعاق مع الطفل الطبيعي. فت طبعا على منطقة حمص بهذا الموضوع، وقدمنا لهم شيء وعملنا لهم نشاط، وهلأ حيكون طبعا دمشق وبريف دمشق. عندنا طبعا كمان توزيع سلال، بس حلو. هي السلال مو للكبار، هي السلال للاطفال، حلو. حتكون كمان بدمشق وريف دمشق، نعم. الحدث الثالث حيكون طبعا بالكريسماس كمان، حنكون نفرح سوا، رقم 5، حيكون كمان بابا نويل وحيقدم الهدايا للاطفال. يعني الفعاليات حتكون ان شاء الله مستمره. طيب دكتورة، يعني في أولويات بانتقاء المناطق، عم نلاحظ أنه نشاطاتكم هي شاملة لمعظم المحافظات السورية، وفي مناطق فعلا هي بحاجة لدعم، ففي أولويات اليوم اللي عم تقولي لي حرستها، ضحية قدسية، يعني ريف دمشق، الغوطة خلينا نقول اللي تحررت من فترة، في هيك دراسة لواقع هاي المنطقة لحتى تقدموا لها شيء أو تزوروا شيء معين؟ أكيد، أول شيء نحن عنا تشابكية مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هي اللي حتقدم الداتا. نحن احيانا بكون في اتصالات مباشره، يعني جمعيه بنعرف انه هي بحاجه لهذا الموضوع، بندرس الحاله، بنعرف شو مو امكانيه نحن مساعدتنا لها، او حسب الوضع كمان. يعني انا ما بروح على اي حدا، بحس انه هو في حدا ممكن عم بيساعده غيرنا، فبحاول اختصر شوي، يعني روح على المناطق. هي تنسيق، هي تنسيق، انه انا بس شوف المناطق اللي عن جد هي كثير بحاجه، او الاشخاص فعلا هن بحاجه لنا. فانا بنسق مع وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، وبنشوف طبعا على الارض، وبناخذ طبعا الداتا كلها، وبنقوم على هذا الاساس. يعني ما بروح على مكان انا اذا ماني دارسته بطريقه صح، 100%، لانه كثير في عالم بحاجه وفي اشد حاجه. صحيح. يعني احنا في اولويه بالموضوع. 100%. بدنا نتشكرك كثير دكتوره راما على خلينا نقول المعلومات اللي اضفتي لنا اياها، ايضا عن فن التطوع فينا نعتبره. بدنا نقول لكم موفقين بكل مجهود عم بتقوموا فيه لرسم بسمه على وجه حدا بحاجه، سواء كان ذوي احتياجات خاصه او طفل او حدا شوي يمكن ظروف في الحرب القاسية أثرت عليه. نورتي صباحنا لليوم، وأهلا وسهلا فيك. صباحكم خير ومشكورين كثير. شكرا لوجودك معنا، ودائما مسك الختام بالنوايا الحسنة دائما اللي بتكون، ودائما نقول فخورين أنه نحن السوريين نكون إيد واحدة بهالظروف الصعبة. أكيد. يعني يمكن كلمة حلوة بتعمل أثر، فكيف إذا كان مقرون بفعل هيك في عطاء. شكرا لوجودك معنا. شكرا لوجودكم. شكرا.